أشرح لكم بهالنقطة الشابتر الأول من مادة Medical Nutrition Therapy 1. فهنا في البداية تكلم لنا أو في الشابتر بشكل عام تكلم لنا عن أهمية النيوتريشن للمجال الصحي. فمثلا هنا ذكرنا الامبورتنس حقتها واللي هي ان النيوتريشنال ستاتس كولريتس وذ اوفرال هيلث، يعني بالمختصر النيوتريشن مرتبطة بالصحة العامة. يعني افترض مثلا ان انا عندي مال النيوتريشن وعندي على سبيل المثال نقص في عنصر الحديد في جسمي، تمام، فهالشي راح يأثر على الأوفرال هيلث، راح يسبب لي مشاكل صحية نتيجة بس لهالنقص اللي كان موجود عندي. برضو هنا في النقطة الثانية عندنا الالترنيشنز افكت ذا واي ذا بادي فانكشنز. الالترنيشنز اللي هي اي خلل يصيبنا بسبب سوء التغذية، فهالشيء أكيد راح يأثر على وظائف الجسم بشكل عام. هنا عندنا بعض الأشياء أو بعض الأسباب اللي تؤدي إلى الأندر نيوتريشن. مثلا هنا عندنا البور بي او انتيك، والبي او اللي هي باي ماوث، يعني التغذية من خلال الفم. لو كانت تغذيتنا من خلال الفم جدا ضعيفة فهالشيء بيخلينا عرضة لان احنا نكون اندر نيورشت. برضو هنا في النقطة الثانية عندنا الامبير ديجستشن، ممكن تكون عندنا مشاكل في الهضم او مشاكل في تكسير وتحليل بعض المكونات والمغذيات اللي احنا ناكلها، بالتالي الجسم ما يقدر يمتصها وما يقدر يستفيد منها. برضو هنا في النقطة الثالثة impaired absorption، ممكن تكون عملية الهضم طبيعية وجيدة لكن المشكلة في الامعاء ممكن تأثر على امتصاص العناصر الغذائية. يعني مثلا لو اكلنا عنصر الحديد مع عنصر الكالسيوم، تمام، فهالشي بيؤدي إلى أن عنصر الكالسيوم بيأثر على امتصاص الحديد، وهالشي بيأثر على مستوى الحديد في جسمنا. برضو هنا في النقطة الرابعة يقول alteration in metabolic process، عمليات الأيض بشكل عام ممكن تأثر على حالتنا التغذوية بالتالي نصير undernourished. آخر نقطة هنا يقولنا increased exertion of nutrients، يعني افترض مثلا أن أنا عندي diabetic patient، تمام، وهو في حالة هايبرجلايسيميا، فهالشي بيخلي كليته تفرز يورين أكثر، ومع هاليورين الجسم راح يفقد بعض العناصر الغذائية وبعض الأملاح. هنا لو كان عندي بيشنت فيه أندر نيوتريشن فإيش الأشياء اللي ممكن تجيه؟ ممكن تجي FTT واللي هي فيلر تو ثريف. فيلر تو ثريف اللي هو عبارة عن فشل في النمو، يعني لو مثلا كان عندي طفل فيه اندر نيوتريشن فبالتالي راح يكون عنده او ممكن يكون عرضة لإصابة بالاف تي تي، واللي هو عبارة مثلا راح يكون وزنه اقل من وزن باقي الاطفال اللي في نفس العمر، او طوله اقل من طول باقي الاطفال اللي في نفس عمره. بعد عندنا هنا slow development. slow development هو عبارة عن مدى اكتساب المهارات، يعني مثلا احنا نعرف ان الطفل يبدأ يتعلم ياكل من عمر 6 شهور، لكن الاشخاص او الاطفال اللي فيهم under nutrition ممكن يتعلمون ياكلون عند 9 شهور او بعد 10 شهور. بعد ممكن يكون الشخص اللي فيه under nutrition عرضة للاستروبروسيس والانيميا والبور اميون فانكشن، هنا حتى الجهاز المناعي ممكن يتأثر، والبور وودن هيلينج أو الوند هيلينج اللي هي بتكون عندها عملية التئام الجروح جدا بطيئة. آخر شيء هنا البور كلينيكال أوتكوم with increased risk of morbidity and mortality، يعني الأشخاص اللي فيهم under nutrition راح يكونون أكثر عرضة للأمراض، بالإضافة أنه حتى لو أصابتها أمراض راح يكونون أكثر عرضة للوفاة منها. هنا نجي للعكس للأوفر نيوتريشن، الأشخاص اللي فيهم أوفر نيوتريشن راح يكون فيهم أكيد أوبسيتي لأنهم يأكلون أكثر من احتياجاتهم. برضو راح يراكم لهم الدهون لدرجة أنهم تكون عندهم مقاومة إنسولين، بالتالي راح يكونون عرضة للتايب 2 ديابيتس. راح تكون عندهم سيندروم إكس واللي هي عبارة عن السيندروم اللي تسبب إلى أن تحاليل البيشنت تكون ups and downs أو تكون متلخبطة. بعد هنا ممكن يكون البيشنت اللي فيه over nutrition
ممكن يكون عنده ASHD، واللي هو عبارة واحدة من أمراض الأوعية الدموية أو اللي هي تصلب الشرايين. بعد ممكن يكون عنده هايبرتنشن، برضو بيكون بور كلينيكال أوتكم with increased risk of morbidity and mortality. فهنا تكلمنا بشكل عام مين الأشخاص اللي ممكن يصابون أو أكثر عرضة للمال نيوتريشن سواء كان أوفر أو أندر. فهنا عندنا الإلدرلي أو اللي هم كبار السن، عندنا الإنفانتس والتشيلدرن، عندنا الإنديفيدوالز with certain disease status مثلا الأمراض المزمنة، الكانسر، الدايبيتس، الهايبرتنشن. هنا بعد عندنا البريجننت وومن، المرأة الحامل، لأن في بعض النساء ممكن تهمل تغذيتها أثناء فترة الحمل، فهنا بيكون عندها مال نيوتريشن. هنا بعد عندنا low income individuals، الأشخاص اللي معدل الدخل عندهم ضعيف، بالتالي بيكون وصولهم للأغذية جدا limited. هنا بعد عندنا قبل الأخير hospitalized individuals، خصوصا الأشخاص اللي موجودين في الـ ICU أو في العناية المشددة. بعد عندنا هنا teenage females أو اللي هم الإناث في عمر المراهقة. فهنا كيف نحدد إذا البيشنت اللي عندنا فيه مال نيوتريشن أو أندر نيوتريشن ريسك أو لا؟ عندنا أول شيء خطوتين نسويهم، أول شيء من خلال السكرينينج، وثاني شيء من خلال الأسسمنت. والفرق بينهم إنه السكرينينج أي هيلث بروفايدر يمكن يقدر يسويه، مثلا النيرس، الدكتور، الدايتيشنست اللي هم إحنا، أما الأسسمنت لا، بس الدكتور وأخصائيين التغذية. فهنا نجي للسكرينينج كتفصيل. هنا عندنا في النقطة الأولى يقول identifies those patients who are at a nutritional risk. تمام، الهدف من إني أسوي سكرينينج إني أشوف إذا البيشنت عنده مشاكل في التغذية ولا لا. ثاني نقطة هنا يقول every patient is screened within 24 hour of admission، يعني أول ما يتنوم بيشنت عندي في أول يوم لازم أسوي له فحص. تمام، هنا ذكر لنا نقطة فرعية إن حتى النيرس تقدر تسوي السكرينينج. هنا بعد في النقطة الأخيرة قال إن all facilities مثل ما ذكرنا كل الستاف اللي موجود في المستشفى يقدرون يسوونه، والستاف هذول بيمشون على سكرين كريتيريا أو اللي هي المعايير الخاصة بالمستشفى أثناء الفحوصات. يعني بعض المستشفيات ممكن تعتمد بس على الوزن، بعض المستشفيات تعتمد على التحاليل في تحديد إذا كان البيشنت عنده مال نيوتريشن أو لا. طيب هنا عندنا بعض التايبس أو بعض الأنواع للسكرينينج. هنا النوع الأول Subjective Global Assessment أو الـ SGA، اللي هو أجيب البيشنت نفسه وأسوي له بعض التحاليل وأسوي له بعض الفحوصات عشان أتأكد أنه فيه مال نيوتريشن أو لا. فهنا قال أنه أثناء هالنوع بنركز على الهيستوري والفيزيكال إكس مايننج، وممكن نستخدم كلينيكال باراميترز مثل التحاليل. هنا في النوع الثاني patient generated subjective global assessment، تمام، واللي هو عبارة عن أني أختار فئة معينة فيهم مرض معين وهم اللي أسوي لهم سكرينينج وأشوف إذا هم مصابين مال نيوتريشن ولا لا. مثل هنا مرضى البيشنت، أروح مستشفى أشوف كل مرضى السرطان اللي موجودين فيه وأحاول أسوي لهم فحص وأتأكد من سلامتهم التغذوية. آخر نوع اللي هو الميني نيوتريشنال أسسمنت أو اللي هو الفحص أو التقييم التغذوي السريع، عبارة عن فحص سريع، تمام، يعتمد عني أسأل البيشنت بعض الأسئلة وأحاول أعرف من أجوبة البيشنت إذا هو فيه مال نيوتريشن أو لا. هنا بهالفيجر وضح لنا الخطوات اللي نتبعها مع البيشنت اللي عندهم مال نيوتريشن. أول شيء أول ما يجينا البيشنت لازم نسوي له نيوتريشنال سكرين اللي هو الفحص السريع. بعدها إذا اكتشفنا أن البيشنت عنده نيوتريشنال ريسك فنحول على طول إلى نيوتريشنال أسسمنت عشان نحدد حالته التغذوية بالتفاصيل ونحدد الأسباب ونحاول نحط لها خطة علاجية. طيب هنا عندنا obtained information، يعني مثلا لما أسوي سكرين للمريض فأنا إيش الأشياء اللي بقدر أخذها أثناء ما أنا قاعدة أسوي اللي هو السكرين. ممكن أعرف الطول والويت حق البيشنت، ممكن أعرف التغير في الويت، ممكن أعرف بعض اللابس، بعض الميديكيشنز اللي يستخدمها المريض، وبرضه ممكن أعرف إذا البيشنت ياخذ
nutritional support أو supplements. نجي هنا للأسسمنت. الأسسمنت أول شيء هنا يقول أنه completed when someone is determined to be at nutritional risk. يعني لما يجيني patient تمام وأنا سويت له السكرين أو الفحص الأولي واكتشفت أنه عنده فقدان من نسبة الوزن بنسبة 15%، تمام؟ فهنا أقدر أحوله على الأسسمنت أو أقدر أحوله على الدايتشن على طول عشان يحدد أو يسوي لها أسسمنت ويحدد المشكلة اللي عنده. هنا بعد في النقطة الثالثة قال إن nutritional intervention is established and outcomes are monitored. يعني إني أثناء ما أنا قاعدة أسوي assessment أكيد راح أحط خطة علاجية كintervention أو كتدخل، وهذه الخطة لما أنا أحطها بحتاج إني أسوي لها monitoring أو أراقب الريزولت حقتها. هنا بعد ذكر لي الـ information obtained from assessment أو لما أنا أسوي assessment إيش المعلومات اللي بعرفها. هنا بعرف كل المعلومات اللي أريد أخذناها من السكرين بالإضافة إلى الـ nutritional history والـ social history والـ physical exam وإلى آخره. أثناء ما نحن قاعدين نسوي assessment فإن نحن بنحتاج مهارة اسمها الـ clinical judgment، واللي هي ان احنا نحكم بحسب خبرتنا. يعني احيانا ممكن تكون الكتب موجودة ان احنا نعطي نسبة بروتين او نسبة كاربس معينة لبعض الحالات، لكن احنا ممكن نمشي ونعطي اقل او اكثر من هذه الكميات بناء على خبرتنا الفردية. هنا اثناء الاسسمنت لازم نركز على الستيب 1 اوف ان سي بي. الستيب 1 اللي هي السكرين اللي سبق شرحنا، يعني أثناء ما نحن لازم نسوي assessment لازم ناخذ بعض المعلومات اللي أخذوها أثناء السكرينينج، بعدها نسوي الأسسمنت حقنا اللي هو يعتمد على الميديكال سايد، مثلا السجلات الطبية حقت المريض، مثلا إيش العمليات، إيش الأدوية اللي ياخذها، الدايتري هيستوري لازم نعرفها أثناء الأسسمنت، وبعد عندنا هنا الأثروبارومتريكس اللي هي القياسات الجسدية، الطول والوزن وما إلى ذلك. بعد عندنا هنا البايوكيميكال اللي هي التحاليل حقت المريض، ولازم أثناء الأسسمنت نسوي استيميتنج أو تقدير لكمية الإنرجي والبروتين اللي يحتاجها البيشنت. هنا بنتكلم عن الميديكال داتا والبيانات المتعلقة بالمريض اللي بنستخدمها أثناء الاسسمنت. طبعا مصدر هذه البيانات بيكون الام ار او الميديكال ريكورد، تمام، واللي هي تتضمن البريزنت ميديكال بروبلمز او المشاكل الصحيه الحاليه للبيشنت. هنا قال بعد النيوتريشنال ستاتس مي بي افكتد باي، يعني الحاله التغذويه ممكن تتاثر بعده امور، واللي هي الامور اللي ممكن احصلها في الام ار. اول شيء ممكن في حال كان عندنا اكيوت او كرونيك illness، تمام، هالشي ممكن يسوي لنا nutrition implications أو بعض الـ treatments اللي تزيد احتياجات البيشنت أو تسبب لنا مال absorption. بعض السيمتومز أو الأمراض حقت الجهاز الهضمي والليفر والبنكرياس برضو ممكن تأثر على الحالة التغذوية. في حال كان البيشنت عندنا ETOH واللي هو alcoholic patient أو drug addiction اللي هو مدمن على المخدرات، فبرضه هالشي بأثر على حالته التغذوية. آخر شيء بعد قال medications that affecting appetite, absorption and digestion. فهنا بعد أثناء ما نحن نسوي assessment بنحتاج أن احنا ناخذ dietary data. في عدة طرق نقدر ناخذ منها dietary data، مثلا 24 hour recall، أسأل البيشنت أنت إيش أكلت أمس، ممكن استخدم الـ usual intake pattern، ممكن استخدم الـ food frequency questionnaire. طبعا الفرق بين هذه وهذه ان الـ usual intake pattern بيكون الفرق بين الخيارات بشكل عام. فالـ usual intake pattern بتكون خياراته ان مثلا لما اسال البيشنت كم مره تشرب حليب في الاسبوع، فبتكون الخيارات sometimes never usually never، فهذه الخيارات حقتها. أما بالنسبة للفود فريكونسي كويشنير فبتكون الخيارات حقتها عبارة عن أرقام، يعني مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، ثلاث مرات في الأسبوع وإلى آخره. بعد هنا ممكن نقدر ناخذ داتا من خلال الكالوري كاونت.
بعد عندنا هنا نوع من أنواع الكلينيكال داتا اللي لازم نركز عليها أثناء الأسسمنت، واللي هو إن إحنا نركز على المريض، نطالع الهير مثلا لو كان ناشف أو جاف أو متساقط، نطالع السكين مثلا لو كان شاحب، نطالع الآيس مثلا لو كانت الآيس حمراء بقدر أعرف إن البيشنت عنده مشاكل في فيتامين بي، لو مثلا أطالع اللبس ألاقيها متشققة وجافة فممكن أعرف إن البيشنت عنده مشاكل في الفيتامين سي، وحتى الأسنان ممكن تكون مؤشر على بعض الكلينيكال داتا وبعض المشاكل التغذوية. هنا بعد عندنا الأنثروبارومتريكس اللي بنستخدمها في الأسسمنت، واللي هو مثل ما ذكرنا من قبل عبارة عن الهايت والويت. طبعا الهايت له عدة طرق للحساب، تمام، مثلا إني أستخدم طريقة الريكومنت لينكث، واللي هو عبارة مثلا لما يكون البيشنت مشلول وما يقدر يوقف فأقدر أخذ الطول وهو موجود على سرير المستشفى. برضو أقدر أستخدم طريقة الأرم سبان، واللي هي أخلي البيشنت يمد يده، أقيس طوله من صبع اليد اليمين إلى صبع اليد اليسار. هنا بعد عندنا الني هايت، واللي هو عبارة عن إحنا نستخدم هذولا المعادلات. وبرضو بالإضافة إلى الويت نقدر ناخذه من خلال البيت سكيل أو اللي هو الميزان، وبرضو أقدر آخذه من لو كانت عندي مثلا معادلة الـ Ideal Body Weight. هنا بعد عندنا بعض البايو كيميكال أو بعض التحاليل الأساسية أثناء مرحلة الأسسمنت، واللي هي تحاليل متعلقة بالبروتينات. في البروتينات إحنا عندنا نوعين، الفيسيكال بروتينز واللي هي عبارة عن البروتينات الحشوية أو البروتينات اللي جسمنا يخزنها عشان يستخدمها مثل الألبومين والترانسفيرين. عندنا بعد السوماتيك بروتينز أو اللي هي البروتينات اللي على طول تتخزن في العضل وتروح للعضلات عشان تبني لنا الجسم، فهنا عندنا مثلا نيوتريجين بلس. آخر خطوة من الأسسمنت واللي هي الدياغنوسيس، أني أعطي تشخيص للبيشنت. فهنا أثناء ما أنا قاعدة أسوي أسسمنت أكيد راح أستخدم أبروشيت أسسمنت تولز، تمام، علشان أقدر أجمع المعلومات اللي أنا أحتاجها. ممكن أستخدم تحاليل، أقيس وزن، أقيس الطول وما إلى ذلك. هنا بعد في النقطة الثانية، المفروض إن إحنا نتعامل مع الحالة أو الكيس اللي عندنا كبازل، كأحجية، علشان إن إحنا لازم نجمع كل معلومة وكل قطعة من هالبازل علشان نكون لنا فكرة عامة قبل التشخيص. هنا بعد في النقطة الثالثة قال use the critical thinking and clinical judgment، ممكن أفكر خارج الصندوق عشان أشخص، ممكن أستخدم the clinical judgment مثل ما شرحناها فوق. بالأخير أنا لما أفهم البيشنت أو لما أفهم حالة البيشنت هنا راح أقدر أعطي diagnosis، ولما أعطي diagnosis راح أستخدم جملة أو الـ BES format. الـ BES format اللي هو تعتمد على وصف الـ problem، الـ etiology والـ symptoms اللي موجودة عند المريض.